السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج مع الأسرة. الهدف دائما من البرنامج هو إعطاء المعرفة، هو التوعية، هو التنبيه على بعض المهارات التي تجعل مهمة الأسرة أكثر فاعلية وأكثر نجاح بإذن الله. الموضوع الذي اخترناه اليوم هو التواصل الفعال داخل الأسرة. هو بالتأكيد ليس أمرا تكميليا وإنما أساسي يدخل في كل أدوار الأسرة، يدخل فيها مسألة التواصل. أهلا بكل مشاهدي برنامج مع الأسرة، ويسرني أن يكون معي في هذه الحلقة الدكتور جمال حدادي، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الأول بوجدة، له اهتمامات فكرية وثقافية متعددة. أهلا وسهلا بكم دكتور. مرحبا بك، بارك الله فيك. طيب، الحديث عن التواصل هو في الغالب يعني كان الحديث عن التواصل داخل المؤسسات، فاعتبر مسألة أساسية في النجاح المهني. اليوم نتحدث عن التواصل لكن داخل الأسرة، ونود أن نفهم أكثر، هل ما نقوم به عادة بدون تفكير بطريقة تلقائية يدخل في إطار التواصل، أو أن الأمر لن يسمى تواصلا إلا إذا كانت فيه مقومات معينة؟ ما رأيكم؟ أكبر عملية يقوم بها الإنسان بعد التنفس هي التواصل. نعم. وهناك بعض الدراسات التي تثبت بأن الإنسان يتواصل وهو جنين في بطن أمه، بحيث استماع بعض النساء وهن حبليات إلى القرآن الكريم مثلا أو إلى نوع من الموسيقى الهادئة تؤثر على الطفل. نعم. وتجعله أكبر وأكثر قابلية في المستقبل عندما يولد للحصول على معدل معين من الذكاء، وهذا نظريات علمية أثبتت ذلك. ثم تلك الأجواء الأسرية هي التي من شأنها أن تساهم في تسهيل ذلك التواصل داخل العائلة، بمعنى أن التواصل هو موجود وعملية فطرية، إما أن تكون مرسلا أو أن تكون متلقيا كيفما كان الحال. وهنا نقسم التواصل إلى قسمين، التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي. فهذا التواصل غير اللفظي الذي يسبق التواصل اللفظي، لفظ الشيء بمعنى ألقى به، لذلك تسمى اللفظة لفظة، يكون سابقا على التواصل اللفظي. التواصل غير اللفظي يكون سابقا على التواصل اللفظي، بدليل أن بعض الأمهات ترشد اليوم إلى التنبه إلى الحال التي يكون عليها الرضيع من خلال قبضه ليده أو بسطه لها، قبضه لرجله أو بسطه لها، بعض الإشارات التي تظهر في وجهه، حركته التي يقوم بها ذات اليمين أو ذات الشمال، لأن هذه الإشارات هي التي تبين على أن الطفل مرتاح أو غير مرتاح. إذن هو يعطي رسالة. نعم. حتى قبل أن يتحدث طبعا. يوصل الرسالة بطريقة مختلفة طبعا. بالجسد، بالنظرة، بأشياء كثيرة. نعم. لذلك فلكي نجد أما وأبا يتواصلان، عليهما أن يكون على الأقل متفقين في مجموعة من الأمور، بينهما مؤتلف ثم بينهما مختلف. من ذلك في القرآن الكريم عندما يتحدث الله عز وجل في كتابه العزيز، عندما يقول الزوج وخلقنا منها زوجها لتسكنوا إليها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذا الزوج في مواطن أخرى نجد الله عز وجل يقول امرأة نوحين، امرأة لوط، امرأة فرعون، بمعنى الزوج هناك تكامل، هناك تكافل، تناغم، تناسب، تلاؤم ما بين الرجل والمرأة. إنما عندما نتحدث عن الامرأة فهناك نشاز بينهم، هذا من بلاغة القرآن. نعم. في فلوط عليه السلام كان نبيا ومرأته كانت صالحة، وفرعون كانت زوجه ربي ابني لي عندك بيتا وهو كان طالحا. هذه العلاقة الرابطة من حيث الائتلاف ما بين الزوج وزوجه يساهم في خلق نوع من الانسيابية في التواصل فيما بينهما. لذلك هنا نتحدث عن وضعيات التواصل. فالطفل الذي يرى أمه وأباه يتواصلان وهما على مائدة الإفطار في الصباح، والطفل الذي يتحدث إليه أبوه قبل أن يذهب إلى المدرسة ويسأله عن تمارينه، ماذا سيلبس اليوم، كيف وجد درس أمس مع أستاذه أو أستاذته، كل هذا من شأنه أن ينمي لدى الطفل
هذا الحس التواصلي. جيد. طيب أستاذ، إذا من البداية، منذ البداية نفهم بأن التواصل هو موجود إما بطريقة لفظية أو غير لفظية، لكن ليس بالضرورة أنه فعال. نعم. وأنه يعطي نتيجة. نعم. عندما يحصل الوعي آنذاك يحرص الإنسان على مقومات معينة تجعل هذا التواصل فعالا. نعم. لكن إذا سألنا الآن كيف نعرف أن هذا التواصل، ما هي النتيجة التي إذا ظهرت نقول بأن هذا التواصل كان فعالا؟ يعني كيف نقيس فعالية التواصل؟ نعم، سأعطيكم نموذجا. مؤخرا بالاستعانة مع أحد الأصدقاء كان يريد أن يصور في مدرسة من المدارس العليا انطباعات الطلبة، وكانت مدرسة عليا لا يستطيع الطالب أن يلج إليها إلا بمعدل مرتفع، فحاولنا أن نستقي من أولئك الطلبة والطالبات انطباعاتهم حول الدخول المدرسي. نعم. فوجدنا مشقة كبيرة في القيام بذلك، لا لشيء إلا لأن في آخر المطاف اكتشفنا بعد أن سألنا بعضهم لا يستطيع أن يعبر باللغة العربية الفصحى، ولا يستطيع أن يعبر باللغة الفرنسية، بل يشق عليه الأمر حتى بالدارجة. عندما طلبنا منه أن يحكي كيف وجد دخول الولوج إلى تلك المدرسة، فانتبهنا في آخر المطاف إلى أن هؤلاء الطلبة والطالبات لا يتواصلوا في البيت، أي أنه لا يغتنم فرص التواصل في البيت مع أبيه أو مع أمه لكي يسهل عليه الأمر، بمعنى أن هذا التواصل الذي أشرتم إليه سيدتي والذي هو موجود لدى الجميع، كيف نحقق هذه الفاعلية؟ إذا كان الإبن كلما بادر بالسؤال أو كلما بادر بالإشارة إلى انطباع ما أو كلما بادر إلى التعبير عن شيء ما في البيت يقمع من لدن أبيه أو من لدن أمه، سكت أنت ما تهضرش، أنت مازال صغير من يكونوا الكبار كيهضروا ما تهضرش، كيف سيستطيع التعبير؟ إذا هذا تواصل سلطوي يعني طبعا. يحصل يحرص على إنتاج نعم. الرسالة لكن لا يستقبل. نعم. في حين أن في البيت عندما أشرت إلى وضعيات التواصلية في البيت، إذا كانت هناك انسيابية لهذا التواصل في البيت يتحقق أو تتحقق الانسيابية نفسها تتحقق خارج البيت، أي أن التلميذة أو الطالب أو الإنسان بصفة عامة أو الطفلة يستطيع أن يتحاور مع غيره بدون حدود، بدون كوابح، بدون متاريس تواصلية التي تجعل منه لا يستطيع أن يوصل فكرته التي يريد أن يوصلها، لا لشيء إلا لأنه لم يقوم بشيء نفسه وهو في بيته، فكيف سيقوم به وهو خارج البيت؟ إذن التعبير عن الذات تربية. نعم. تربية الطفل على إثبات ذاته ثم نعم. على التعبير عن ذاته هي وسيلة لجعله أكثر تواصلا وأكثر فاعلية في المجتمع. طبعا. طيب إذا بدأنا قلتم بأن ما يراه الطفل هو الأساس الذي يبني عليه فكرة التواصل بعد ذلك. لنبدأ برؤيته لأبويه، بدأتم الكلام لكن أود بعض التفصيل في أسس التواصل الزوجي كي يكون هذا فعلا تواصلا فعالا في إطار هذه الزوجية التي تحدثتم عنها. نعم، عندما أشرت إلى الزوجية أشرت في شقين إلى ما هو مؤتلف وما هو مختلف بين الزوجين. نعم. لأننا لا نبحث، الرجل لا يجب عليه أن يبحث عن زوجة تكون توافقه 100% متطابقة. الأصل أن الزوج يكون من أمرين مختلفين بعض الشيء، إذا طبعا. كان التطابق تام فلن نعم. يكون هناك زوجة، لكن نقول زوج حذاء، لكن أكيد واحد في اليمين واحد في اليسار هكذا نعم. يكون الأمر، أي أن الطفل عندما يرى أي مشكلة تطرح على مائدة الإفطار أو الغداء أو العشاء، ثم يرى أن هناك حوارا ما بين الأب والأم في بعض الأحيان حول المشاكل اليومية، تلك المشاكل اليومية، مشاكل العمل، مشاكل السيارة، بعض الأسر تناقش أمورا سياسية وهم يتناولون وجبة الإفطار أمام التلفاز، بعض الأحيان تكون إشارة إلى ما قرأه الأب في مجلة ما أو ما قرأته الأم في مجلة ما أو في كتاب ما، بعض الأحيان يكون استشارة، بعض الأحيان يكون خبر وافد من أسرة ما إلى تلك الأسرة، ثم يناقش هذا داخل الأسرة ويرى الطفل أو الطفلة أن الأب والأم يتحاوران، بمعنى أن هناك كرة تنتقل من جهة لجهة وأن الأمر
بعض الأحيان عندما نتحدث عن حياتنا اليومية إلى الآخر لا تكون بتلك الأهمية القصوى التي من خلالها يمكن اتخاذ قرارات إلى آخره. بعض الأحيان تكون فقط تبادل حكي أو قص عن ما أكيد. وهذا مطلوب، هذا الذي ينبغي أن يكون، لأن عندما الطفل يرى أباه وأمه يتحاوران يسهل عليه الأمر في آخر المطاف إلى أن يحكي أي شيء، خصوصا إذا منحت له فرصة ذلك. فإن هم به شيء استشار أمه أو استشار أباه. وطبعا هنا يجب تجنب بعض الحالات التي نجدها في بعض البيوت، فالأب يتحدث إلى ابنته والأم تتحدث إلى ابنها أو العكس، خصوصا إذا كانت بعض الأمور التي لا يمكن أن يفصح بها الابن إلى أبيه ولا يمكن أن يفصح بها الابن إلى أمه. هنا أحيي بعض العائلات أو بعض الأسر التي وصلت إلى نوع من الوعي، يأخذ مثلا عندما يرى أن سلوكا معينا يظهر على ابنته أو على ابنه يأخذه إلى خارج البيت في حصة رياضية مثلا، أو وهو يسوق السيارة، أو في التسوق هم يتسوقان، فيبادر ذلك الابن بالسؤال ما الذي جرى، ما هو المشكل، إذا كانت هناك مثلا نتائج غير. إذن أنت تبدأ معه الحوار لتشجيعه ولتحفيزه على الكلام أكثر، لأنك تلاحظه. وإذا قمت بالشيء نفسه في أول مرة ثم كانت هناك مرة ثانية ثم كانت هنا، مهما يبلغ المشكل من ذروة ودرجة الخطورة سيأتي إليك ذلك الابن كي يسألك، لأنك قد فسحت له الفرصة في البداية، ثم قد يستشيرك في أمر ما وتعطيه الإشارة ثم تترك له فرصة التعامل مع ذلك المشكل. إذن الأمر فيه بيئة التواصل بالدرجة الأولى. إذا تحدثنا عن التواصل، يعني كما قلتم في البداية هو إرسال ثم استقبال. العديد من الآباء يتحدثون مع أبنائهم، العديد من الأزواج يتحدثون ويتحاورون مع الطرف الآخر ومع الشريك الآخر، لكن الكلام يكون نوع من الجدال، كلمة بحال المضرب، يعني كتلوح الكرة وكترجع لك. إلى أي درجة نية الهدف من هذا التواصل تجعله فعالا أكثر؟ يعني عندما نتحاور من البداية لدينا نية أن نصل إلى حل وليس أن ننتصر إلى آرائنا، هذا يعني كي لا نقع في مسألة المراء والجدال الذي تعرف به العديد من الأسر. طبعا هنا لابد أن تكون هناك مرجعية وتكون هناك أرضية يتفق عليها منذ البداية. عندما كنا نتحدث عن المبادئ والقيم وعن ما هو خير وما هو شر وعن ما هو صواب وما هو خطأ، هناك مرجعية وهناك أرضية. لذلك فالانتصار يكون مشفوعا بحجج ودلائل وبراهين وسلاطين من أصلها أو من أسسها، أن تبين أن الطرف هذا الطرف أو الطرف الآخر إما أن يكون على صواب أو أن يكون على خطأ، إلا إذا كان الأمر فيه نوع من التعنت. فالأب الذي يدخن مثلا وقد وجد ابنه يدخن، كيف سيستطيع إقناع ابنه أن التدخين ضار وأنه يتسبب في السرطان إلى آخره؟ لن يستطيع أن يقنعه مهما يفعل. عليه أولا أن يقوم بإصلاح نفسه ثم بعد ذلك يقوم بنصح ابنه لتجنب ذلك الشيء الذي يقوم به، لأن الصواب هو أن يتجنب ذلك. إذن ليست هناك تناقض ما بين الفعل وما بين القول، ومن ثم فالآخر قد يقول لوالده نعم أؤمن بأن التدخين ضار لكني مثلك لا أريد أن أقلع عنه فقط. هذا هو الموجود. الأمر الآخر الذي أود أن أسأل عنه هو مسألة كل الآباء يتحدثون إلى أبنائهم لكنهم يتحدثون ولا يستمعون ولا ينصتون. فدور الإنصات في العملية التواصلية داخل الأسرة أهم شيء في عملية التواصل. وهنا عملية التواصل إذا رجعنا إلى جذرها للفعل، تواصل تفاعل، أي خلق صلة ما بين الشخص وبين شخص وبين شخص آخر، المتلقي والمستقبل، الملقي والمتلقي، أو المرسل والمستقبل. حتى في اللغة الفرنسية كومونيكي كوما ميتر كيلكو شوز اون كوما، اوني فيها اوني وفيها اونيك، هذه الكلمات التي تدل على البحث عن المشترك. في حوار نبحث او ننطلق من المشترك، طبعا نبحث عن المشترك وننطلق من المشترك، لكن دون ان نؤول ما يقوله ذلك الملقي الى ما لا يوجد في ذهننا. اي اذا انصت جيدا الى ذلك الملقي وعلمت هدف ما يقول وفهمته
وبلغت مقصوده يسهل علي فيما بعد أن أؤول وأن أفسر ما يريد أن يصل إليه. أما إذا كانت هناك ما أصرتم إليه قبل قليل، النية المبيتة. نعم. بمعنى أن الأحكام مطلقة قبل أن يعني نتيجة تواصل موجودة في ذهني. نعم. أنا سأتواصل مع ابني لأقنعه بكذا، يعني منذ البداية فكرة واضحة في ذهني، ولا أقول أفتح الحوار وأرى النتيجة التي نصل إليها، قد أجد لدى ابني أفكارا أحسن مما لدي. نعم. فلذلك سألت عن النية. نعم. الإسلام فيه، في ديننا الحنيف الإسلام فيه صور ونماذج راقية جدا في باب التواصل ما بين الله عز وجل وبين عباده. ولعل قصة إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام، ربي أرني كيف تحيي الموتى. نعم. فكان جواب الله عز وجل، ربما الطلب قد يظهر لنا بأن فيه جرأة، ولكن نعم فيه جرأة، كيف في لمخلوق لنا أن يسأل الله عز وجل عن فعل. ثم كانت ردة فعل الله عز وجل وجوابه كان مفحما وكان بدلائل وحجج وبراهين، فكيف لخالق أن يتحاور مع مخلوق أو لنبي يا أبتي يا أبتي في الآية المعروفة، أو يا بني، ثم الحوار الذي ظهر بين لقمان وابنه لكي ينصحه ولكي يعظه. مجموعة من النماذج التي نجدها في القرآن الكريم التي يجب أن نستغلها عوض أن نتحدث اليوم. كل النماذج التي نستحضرها في بعض الأحيان نماذج المجتمع الغربي، أو يقول هؤلاء أو يقول أولئك، ونحن لدينا وجميل كما أستاذ أن يكون لدينا هذا. نعم. المشترك استعانة. الإنساني طبعا. والحكمة ضالة المؤمن، لكن كما قلتم الشيء الذي الغير جميل هو أن نعتقد بأن كل هذه الأمور هي وافدة من الغرب. طبعا طبعاً. هناك المشترك الإنساني الموجود أصلا. نعم. في عقيدتنا. نعم. بمعنى عندما نتحدث عن التواصل ليست موضة العصر أو ليست شيئا وافدا من خارج، وإنما التواصل موجود في القرآن الكريم. نعم. تواصل عملية فطرية إنسانية. طيب سؤالي أستاذي الكريم، يعني فضاء البيت إلى أي درجة يعني يقوم بدور فعال، إما في تفعيل التواصل الفعال أو العكس؟ فضاء البيت اليوم في بخصوص في الأسر الميسورة وحتى في الأسر العادية وضعيات تواصلية يمكنك أن تخلقها في فضاء البيت. نماذج وجبات الإفطار، وجبات الثلاث على الأقل، أو نجد الآن أن مجموعة من الأسر تجتمع على مأدبة، وتكون المأدبة بمعنيين، مأدبة مائدة لأن المائدة لا تطلق على مائدة إلا إذا كان فيها مال الدواء. نعم. ثم مأدبة فكرية ثقافية أدبية وحتى مشاعرية وتواصلية طبعا. نعم. خصوصا إذا كان الأب والأم على مستوى معين من الثقافة، لأن الثقافة اليوم لا تقتصر على أولئك الذين يقرؤون ويكتبون. الثقافة تصل إليك عبر التلفاز، تصل إليك عبر المذياع، تصل إليك عبر. نعم. شبكات التواصلية أو شبكات الإنترنت بصفة عامة. عبر أو حول مائدة الإفطار موضوع من الموضوعات تثار لكي تناقش وتصحح مجموعة من المفاهيم من أولئك، ثم تعطى حق الكلمة للجميع بديمقراطية، بحرية تعبير، بحرية رأي، وتناقش تلك الفكرة وينتصر. إذا لم تكن هناك حرية فلا يمكن أن نتحدث عن التواصل. طبعا أن أكون لجوجا في الارتكاز على حجة واهية غير قائمة على برهان ولا على سلطان، هذا مما يمكن تجنبه في أو مثلا عندما نكون نتفرج على مسلسل من المسلسلات أو فيلم من أفلام، شريط وثائقي، حوار من الحوارات، ويكون الأب يميني والأم يسارية، والبنت مثلا تنتمي إلى جمعية من جمعيات المجتمع المدني، وتثار تلك الآراء. بعض الأحيان تجد في أسر أحد أفراد الأسرة مع المعارضة وأحد أفراد الأسرة مع الأغلبية، لكن هذا وضع صحي. طبعا وضع صحي جدا، على أساس أن هناك أرضية يتفق عليها الجميع، لك اختياراتك ولاختياراتي، ولدينا المشترك بيننا طبعاً داخل الأسرة. لكن جيد. يجب أن نتواصل، محاولة الإقناع ومحاولة التشبث بالمواقف بناء على أرضيات معينة وبناء على حجج وسلاطين جيد. طيب ربما الحديث عن يعني التواصل منذ البداية كان
تواصل فكري، تواصل من أجل الوصول إلى حل معين، من أجل تبادل الآراء، من أجل حل مشكلة. باستثناء في البداية أشرتم إلى نوع من التواصل العاطفي ما بين الأم ورضيعها أو جنينها. في الأسرة عموما، في الزوجية وبين الأبناء، حدثنا أكثر عن التواصل العاطفي المطلوب الذي نوازي به هذا التواصل الفكري والتواصل اللغوي. التركيز دائما يكون على أن الأسرة في تماسكها وفي قوة الصلات والأواصر الرابطة في بينها فيما بينها هي التي تبني شخصية المرء، وهي التي تبني أو تجعل من المرء أو من المرأة أن يكون سويا. الأم التي تعبر لحبها لأبنائها، والابن الذي يعبر لحبه لابنائه، بعض الاحيان بالاحتضان، بعض الاحيان بالتقبيل، يعني ليس بالضروره اللغه فقط، طبعاً لغه اساسيه، لكن حتى بعض الاشياء التي توصل رساله المحبه. هناك الان بعض الاسر التي جاوزت هذا المستوى الى التعبير بالكتابه، فتاخذ ورقه من الورقات، هناك من الاسر من تاخذ ورقه من الام، تاخذ ورقه من الورقات وتجعله في البوستيت، ذاك الورقه الصغيره التي تكتب فيها، تضع فيها عينين ثم ابتسامه، وتضعها في محفظه الطفل او هديه من الهدايا، رغم كونها رخيصة، تضعها مثلا في مكان تعلم أن ذلك الطفل سيتوجه إليه من أجل استخراجه في عيد ميلاده أو في أي مناسبة، في أي مناسبة، استثمار المناسبات كلها من كل أجل هذه التعبير. الإشارات الطيبة من شأنها أن تزيد من أواصر، لأن الطفل الذي لا يعبر لحبه لأمه لأبيه، فهو لأن أمه أو أباه لا يعبران عن ذلك، ثم قد يقع في المحظور مما نجده اليوم، مما أصبحت هذه وسائل التواصل الاجتماعي. كان هذا سؤالي في الحقيقة الموالي. نعم. وبعض معوقات التواصل. نعم. الحياة العصرية الآن بالإضافة لما هو موجود في المسكن، الإنسان يمضي وقت أكثر في غرفته، أو مع وجود الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية، كيف أثر هذا على التواصل الأسري؟ نعم، الآن تدخلين سيدتي إلى مطعم من المطاعم أو مقهى من المقاهي، وتجد الأسرة كلها حول مائدة من الموائد، تتناول وجبة من الوجبات، وكل أفراد الأسرة منشغلون باللعب أو بالتواصل بهواتفهم، في حين يفترض أن تلك اللحظة هي لحظة حميمية، لحظة عائلة، لحظة أسرة، لحظة أواصر، لكن تجد الأسوار، أسوار الهواتف بينهم. مؤخرا في شريط من الأشرطة قام مجموعة من الخبراء بتغيير إعطاء مجموعة من الأطفال لهواتف، ثم هواتف متصلة بالإنترنت، ثم يقومون بتغيير في مطبخ من المطابخ. خرجت الأم ودخلت سيدة لا تنتمي إلى ذلك البيت، وأخذت تتجول في البيت، والطفل ولم ينتبه، منشغل في آلته، في لوحاته الرقمية، لم ينتبه لما وقع. بمعنى لم تعود هذه الأم مهمة بدرجة الهاتف. في أسرة أخرى غير الأثاث في تلك الأسرة، فلم ينتبه ذلك الطفل أو تلك الطفلة لم ينتبه لما يحدث حوله، فتبين أو خلصت تلك الدراسة إلى أن إعطاء لوحة رقمية إلى ابنك أو هاتفا رقميا هو عبارة عن إعطاء جرام من الكوكايين يوميا، لا يهم أو لا يهم أن يكون جرام من الكوكايين، ولكن يهم بعده الإدمان. ونحن نرى أن أسرا، مجموعة من أسر فيها أفراد، بمجرد أن يستيقظ المرء أول شيء يقوم به يأخذ هاتفه المحمول لكي يرى ما توصل به من رسائل أو ما أرسله من رسائل في دوامة هذا التواصل. إذن لا يمكننا الحديث عن تواصل فعال إذا لم يكن لدينا الوعي بهذه المعوقات، وإذا لم نقم بخطوة معينة من أجل الحد وتقنين هذه الاستعمالات. بعد ذلك نحتاج في أسرنا المغربية إلى عمل كبير من أجل تفعيل التواصل الفعال. شكرا جزيلا لكم دكتور جمال حدادي، شكرا جزيلا لكل مشاهدينا الكرام. نرجو أن نكون وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لأن في الحقيقة كثير من الأمور تحتاج قيمتها من حيث كونكم تتلقون أشياء أو تفهمون أشياء من أجل التطبيق، كي نرتقي معا بأدوار الأسرة المغربية. إلى اللقاء.